نعم، الكريم صحة حديث بستانة اليهودي. به بستانة اليهودي يعني ايه بستانة اليهودي؟ عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود يقال له بستانة، فقال له: يا محمد، أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له، ما أسماؤها؟ فقال، فسكت النبي ساعة فلم يجبه بشيء، ونزل جبريل عليه السلام فأخبره بأسمائها. لا يصح، ثم لا يصح، ثم لا يصح.